دكتور مضوي، خليني أكون صريح معك. الشعب السوداني لطالما تسائل، أنا دائما حريص على أن أسمع ما يدور في المجالس السودانية، فهذا يعطيك نبض الشارع السوداني. أكثر الأسئلة كانت تساؤلا، بعضهم كان يتحدث عن جدوى المفاوضات، يعني إن من يفاوضون، يعني المفاوضون يفاوضون من إذا كان النظام قد سقط وهذا الشعب السوداني هو الذي قام بانتفاضة كبرى وأزال النظام السابق، إلى أن ما زالت هذه الجماعات تود أن تجلس على طاولة المفاوضات لمفاوضة. فالسؤال الذي يطرح نفسه، من تفاوض؟ يعني أنت تفاوض من قام بأفعال أنت كنت ترفضها يعني، ولكن هذه حكومة جديدة. كان يعتقد الشعب السوداني أن هذه المجموعات قد تنصهر مع المجتمع السوداني وتنتظر هذه الحكومة التي جاءت بإرادة الشعب السوداني، ولكن بدلا عن ذلك جلست في المفاوضات، وسرعان ما بدأت تتضح أن هذه الجماعات تطالب بأن لا يتم المجلس التشريعي لحين مشاركتهم، أن لا يتم تعيين الولاة لحين مشاركتهم، فكأن الأمر ليس له علاقة بمشاكل السودان وهموم السودان أكثر من الاهتمام بالكراسي. كيف تنظر لطاولة المفاوضات والسلام وكذلك هذه التساؤلات التي تدور في الشارع السوداني؟ شوف، طبعا في أخطاء كثيرة حصلت، نعم، من كل الأطراف، ما طرف واحد، لكن المسألة الأساسية نحن أسلم نتكلم عنها إنك إنت معالجة جذور الأزمة. نعم. ها؟ هي جذور الأزمة شنو؟ في ظن ممكن يكون والله بس جذور الأزمة إن إحنا يعني في تفاوت في الـ في الـ في الـ في التنمية. هي النتيجة البناء المؤسسي للدولة السودانية. نعم. كويس؟ بالتالي جذور الأزمة دي ما بتتحل بين مجموعات تقعد في جوبا ولا في القاهرة ولا في الخرطوم ولا في أي حتة، ما تحلت بين الـ بين الـ بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، قاعدوا في 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 نفاشة، قاعدوا سنتين ما تحلت، لأنه نتيجة النهائية كان انفصال، ونتيجة الثانية إنه حرف في الشمال وحرف في جنوب السودان. نعم. الاثنين حصلت فيهم مشاكل، يعني استمرت الحروب. يبقى معناه ان احنا ما عالجنا جذور المشكله، لازم نعالج جذور المشكله اللي بتمنع ان الحرب تكون موجوده. لو انا حاسس انه انا دي دولتي وانا متساوي مع الاخرين وحقوقي مكتمله وانه والله فرصي في التطور والتقدم موجوده وانه في تنميه وانه ثقافتي محترمه وانه حاسس انه بلقى التعليم بلقى الصحه كل ده وبشارك في اداره البلد، ما في شيء خلينا نشيل بندقيه، وهذا لن يحدث سوى واذا مجموعه صغيره. نعم. الكلام ده عشان كده نحن نتكلم عن الحوار المجتمعي. نعم. ليه حوار مجتمعي؟ لازم يشاركوا فيه كل الناس، لازم يكون السلام ده مملوك لكل الناس، الاتفاق ده مملوك للشعب السوداني عشان هو اللي بيدافع عنه. واحده من عيوب اتفاقيه السلام الشامل انها ما كانت مملوكه للشعب السوداني،